قديمة كانت تعرض؟ والله على وقت السبعينات تقريبا، في أحلام سعيدة الفنان محمد الطويان كان يتكلم عن قضايا المجتمع، وكان يجيبها بصورة وأهداف كوميدية وأفضل من الوقت الحالي. يعني كان يأخذ قضايا المجتمع واهتمامات الشباب ذاك الوقت ويجيبها لهم بصيغة إيش كوميدية وقريبة من الشباب. ايوه ايش تقول لي؟ ارفق على نفسك يا ثور، ارفق على نفسك، ترى تم واحد انك قتلته يمناه. شوي شوي ايش بلاك انت؟ الاكل مو طاير، قاعد شوي 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 بس. طالع شلون تاكل؟ طالع شلون تاكل؟ ايش بلاك انت يا جنيد؟ اصل الاكل معاك بصراحه مين شفتك انت وشغلك الله يكفي يشبع. اصلا انا رايح اصلي على العموم. اعوذ بالله. حسن يا حسن، والله البرامج كثيرة خاصة في الزمن الجميل، وأنا تقريبا أتذكر برنامج نحو مستقبل أفضل كان تقريبا في السبعينات من تقديم الإعلامي المتميز صالح بن عباس، وحقيقة البرامج الكثيرة اللي تبقى في الذاكرة، لكن الآن لا يحضرني إلا هذا البرنامج. ومثل البرامج لها عبق في الزمن القديم ولها تميز أنه الأسرة كانت تجتمع ووسائل الإعلام كانت قليلة. الآن بعكس، الآن تقريبا التواصل الاجتماعي كثير والمحطات الإعلامية كثيرة، فأصبح البرنامج لابد أن يكون مميز حتى يعني يصبح لها إعلام أو يصبح لها شعبية واطلاع من الآخرين. بجانب إلى أنها تضم كثير من الحيوانات، أيضا فيها كثير من الأشجار لتعطي، وهذه أيضا الزرافة. الزرافة الحقيقة كلنا لا نشك أنها أليفة، أي من الحيوانات المستأنسة، وهذا الحيوان الذي نشاهده الآن
من الحيوانات أيضا هو الفيل من الحيوانات المستأنسة. هذا هو الفيل، تلاحظون أنه مستأنس وجنبه راعيه أو سايسه الذي يدربه أيضا. تروا الأطفال الآن يركبون الفيل لاستئناسه أيضا بالإنسان بعد تدريبه. أما الفيلة عندما تكون في الغابة طبعا فتكون شرسة أو تكون وحشية كما يقال. الحيوانات التي تربى أو يعني يعتني بها الإنسان يعودها على أشكال وأنماط. طبيعي الحيوانات فيها منها الطيور، هذه أعتقد كلنا نشاهد هذا الطائر النعامة الآن في شكلها الجميل. حديقة الحيوانات يحبها كل الناس. منها هو اللي أذكره الآن وبالوالدين إحسانا، خالد سامي والناصر. اي نعم، فهذه برامج حلوة مفيدة ونستفيد منها ونطمح انها تعاد في الوقت الراهن، واللي مثل هذه البرامج نستفيد منها في ديننا وفي امورنا وشبابنا اللي توهم طالعين الفئة الجديدة، يعني برامج نستفيد منها في حياتنا. راضي يجيب هالبر، أنا لازم ألقى مكان قبل الغر، قبل تغيب هالشمس هذه. إيه، بس أنا وراك يا ذابحك يا ذابحني. وبعدين معاك أنت للحين ما قررت؟ لا قررت. خير، وش قررت؟ إذا كان ولا بد خل الأسد يأكله، بس ما هو قدام عيوني. ولا يهمك، غالي والطلب رخيص. وين هو طويل؟ ما في شيء. وشلون ما في شيء؟ صار لكم أكثر من ساعة وأنتم تتوشوشون وتهامسون وحالتكم حالة. أبدا، الحكاية يا سيدي كنا نتباحث بموضوع الأسد. الأسد؟ إيه الأسد؟ وش فيه الأسد؟ سلامتك، يعني موضوع رجلة. طيب ليه ما اشركتوني معكم في الحديث؟ رجل الأسد ما يصير علشان ما تشركوني معكم بالسالفة. أخوي وش الموضوع يا أخوي؟ الحقيقة ما بغينا نزعجك، يعني موضوع قديم وما يستاهل. يلا يا جماعة تأخرنا على عمنا الأسد. أنا ما نمتحرك من هنا قبل تقولوا لي وش الموضوع وش الحكاية. أنا أقول لك في الطريق وحنا رايحين.
صوت الحيوان هذا ما هو مريحني، صوت غريب. والمشكلة الخريطة ما هي موضحة وش هو من حيوان. يا الله الله يستر عليك يا وضاح. أخوي علمني، يا أخوي علمني قبل أن نوصل للأسد، قل لي وش الموضوع. راح يقول لك الأسد بنفسه عنها بعد. وش تبغى؟ أنا قلقان. لا تقلق، قل لي يا أخوي أنت.